السلام عليكم تلاميذ الصف الثاني، درسنا لهذا اليوم حقوق الأطفال. أرجو قراءة الدرس جيداً مع التركيز على الحركات. حقوق الأطفال. قالت المعلمة: ماذا تحبون وماذا تريدون؟ قال رائد: أريد أن أتعلم القراءة والكتابة والعلوم. المعلمة: هذا من حقك يا رائد. قالت ميس: أحب أن أعيش مع أسرتي بأمان. المعلمة: هذا من حقك يا ميس. قال فؤاد: أريد أن ألعب بحرية مع أصدقائي. المعلمة: اللعب من حقك يا فؤاد. قالت هيفاء: أحب أن أساعد أمي وأتعلم منها. المعلمة: أحسنت يا هيفاء. قال مازن: أريد أن آكل غذاء صحيا فيه لحم وخبز وفاكهة وخضر. المعلمة: هذه كلها من حقوق الأطفال. أرجو قراءة الدرس جيدا مع الحركات وكتابته في الدفتر مرتين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.